Assalamualaikum, my fellow students, PMPs to be, people who are trying to get certified. Welcome. Assalamualaikum ya tullab al-a'za allatheena yas'una ila an yahsulu ala shahadat PMP aw project management professional. يعتقد البعض انني مدرب لكنني ايضا طالب. ومع اليوم صديقي محمد المترجم ليساعدني. محمد هو محترف في مجال التكنولوجيا المعلومات وهو قد عمل من قبل على كثير من المشروعات، لذا أنا متأكد أنه سيوصل لكم جميع المعلومات التي أريدها أن تصل لكم بكل دقة. أريد أن أشارك معكم بعض الأفكار الخاصة بامتحان PMP، وأريد أن أشكركم لأنكم تتابعون قناتي على يوتيوب. حسناً، فلنبدأ معاً. سوف أشارك معكم بعض ملاحظات من تلميذي كريشنان. وأنتم تدرسون للامتحان يجب أن تقرأوا الفصل الخاص بالمخاطرة أو الريسك العديد من المرات، والأفضل أن تتابعون كثيرا أو تنظرون العديد من المرات لكل الأجزاء التي تتضمن معلومات ليها علاقة بالمخاطرة أو الريسك، فإن المخاطرة لها جزء كبير جدا في الامتحان. أيضا الفصل الخاص بالتكلفة هو مهم جدا، فهو مشترك في جميع الفصول الأخرى. يجب أن تعلمون الفرق ما بين حيز العمل والمتطلبات، يجب أن تفصلوا بينهما في عقلكم لأنهم شيئان مختلفان. وأيضا يجب أن لا تغفلوا دراسة الرسوم الشبكة أو النتورك دياجرامز والمسار الحرج أو الكريتيكال باث. يجب أن تفكروا في عقلكم أنكم تستطيعون أن تفعلوها. يجب أن تثقوا في أنفسكم قبل دخول امتحان PMP. بنسبة من 80 إلى 90% من الأسئلة هي حول حل المشاكل. يجب أن تفكر بعقلية مدير مشروعات يحاول أن يحل المشاكل بصفة يومية. That mindset will help you on the exam. فإن هذه العقلية ستساعدكم بشكل كبير في الامتحان. Always try to solve rather than escalate except the situation demands. دائما حاولوا أن تحلوا بدلا من أن تصعدوا المشكلة أو أن تنقلوها إلى المستوى الأعلى إلا في الحالات الضرورية فقط. في الحياة اليومية من السهل جدا أن نذهب إلى المدير ونقول له أننا نواجه مشكلة، ولكن في اختبار PMP يجب أن تحل المشكلة بنفسك. يقول كريشنان تلميذي أيضا أن في بعض الأسئلة عندما تراها ستعلم الإجابة مباشرة إذا ذاكرت بشكل جيد. يكون بعض الطلاب والتلاميذ بخطأ وهو أن يصدموا رأسهم بالكتاب. بدلا من ذلك عليك أن تفهم كيف تقوم بأشياء مختلفة كمدير مشروع، أن تفهم متى تستطيع أن تنفذ change request، وحاول أن تقرأ التعريفات لتعلم في أي جزء أنت في المشروع. حاول أن تعرف أي عملية أقوم بها وفي أي وقت، وأن تعلم الفائدة من كل عملية وماذا تستطيع أن تعطي لك. تعرف كل جملة ومعلومة. بعض الطلبة الذين يذكرون الـ PMP بالعربية أخبروني أنهم قد درسوا الكورس أو الـ PMP بالإنجليزية لأن بالعربية لم تكن واضحة، فهم دائما ما يواجهون مشاكل في فهم المصطلحات التي يترجمها المترجمون للعربية. لذا عندما تذاكر من المهم أن تنظر إلى النسختين الإنجليزية والعربية أيضا. لقد وصلنا لنهاية الجزء الأول، وأنا ممتن جدا لأنكم تتابعونا، وسنراكم في فيديو آخر قريبا. Thank you and bye for now. شكرا جزيلا ووداعا الآن.